تزامنا مع انعقاد الدورة السادسة لمعرض الصين والدول العربية، تعقد الدورة الخامسة لقمة الأعمال الصينية العربية واجتماع الترويج الصناعي لرحلة رجال الأعمال الصينيين والأجانب في نينشيا بمدينة إنشوان يوم 21 سبتمبر، حيث حضر رين هون بين رئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية وعلي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية والمسؤولون الآخرون. هذا الحدث وألقى خطابا فيه: في إطار فعاليات المعرض والذي يعد أكبر تظاهرة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين الدول العربية والصين، وذلك ضمن مبادرتي الرئيس الصيني الحزام والطريق ومبادرة التنمية العالمية. نشاط رحلة رجال الأعمال الصينيين والأجانب في نينشيا يهدف إلى إنشاء منصة لتعزيز التنمية المنسقة والمزايا التكميلية والتكامل المتعمق بين الشركات الصينية والأجنبية. وشارك في هذه الفعالية حوالي 200 ممثل من المؤسسات والشركات من داخل الصين وخارجها. وخلال القمة توصل المشاركون إلى توقيع الاتفاقيات حول 18 مشروعا تعاوني في المجالات مثل الطاقة الجديدة والتصنيع الذكي والزراعة الرقمية بمبلغ 30 مليار يوان تقريباً.